مساء الخير. النهارده اول حلقه لينا في برنامجنا لمتنا مع نو. الحقيقه هم قالوا لي هتطلعي تتلخبطي وكلام كده، هيبقى نص كومبو وحاجات كده، بس انا عايزه اقول لكم ان انا مش حاسه بكده خالص، لان معايا النهارده ضيفه جميله جدا وعزيزه على قلبي. ضيفتي النهارده هي الدكتوره سمر القصاص. اهلا بيكي. اهلا يا نو، ازيك يا زيك سمر؟ بالظبط. عامله سمر ايه؟ القصاص زيك بالظبط. مرتبكه برضو اول حلقه او مرحبا. حاجات كده. هو بالظبط بالظبط. طب سمر، احنا حابين نعرف انت تخصصك في الاسنان، ودخلتي قوي في مجال الاسنان بتاعه الاطفال وصحتها وكده اكتر من الكبار شويه. الحقيقه فحابه اعرف اول سؤال بالنسبه لك، يعني انا اعرف ازاي ان اسنان اطفالي عندها مشكله؟ يعني انا اعرف منين ان ابني عنده مشكله في الاسنان؟ ايه العلامات اللي تظهر عليه، او انا كأم اعرف ايه؟ علشان نعرف ايه اللي ممكن نشوفه في بق الاطفال، لازم نعرف الاول هو سنهم بتطلع امتى، عشان ابتدي اعرف انا كأم انا امتى يعني اقدر ابص اشوف حاجه. فنبتدي بسنان الاطفال بتطلع امتى. سنان الاطفال بتبتدي تطلع من اول سن 7 شهور، سنتين ونص، 3 سنين، الطفل ده عنده اسنانه كامله، فول سيت بتاعه السنان بتاعته بتبقى كامله عند سنتين ونص 3، ده حسب كل واحد يعني الفروق كل الطبيعيه. طفل. فانا المفروض كأم اولا من اول السن الاهتمام ده ابتدي الاحظ. ابص بقى في السن ده انا هقدر ابص في بقه اشوف حاجه، لانه الاطفال طبعا زي ما احنا عارفين هم مش بيعرفوا يعبروا، يعني في السن بالذات الصغير ده بتطلع سنه ومش بيعرف يعبر. وكمان هم الاطفال عندهم احتمال قوي جدا للالم على فكره، تلاحظي ده حتى ان حقيقي. طبعا اعلى من الكبار. تلاحظي انه صح، بيقعوا وكده وما بالظبط معرض حاجه، كتير سبحان الله، يعني بالظبط. حكمه من عند ربنا، فعلا بيقع يتخبط، فهو مش يعني ربنا مديله كده قوه احتمال للالم عاليه. ده حتى احنا في حقيقي، طب الاسنان الاطفال كتير نشتغل الاطفال من غير بنك، ما ده فيش حد حقيقي كبير فعلا. هيقعد لك طبعا دلوقتي من غير بنج طبعا خالص، صح. فلان هم احتمالهم للالم عالي. فهو للاسف الشديد الطفل لما بيشتكي بيبقى وصل لمرحله بقى متاخره جدا، يعني بيبقى الضرس بقى ساعات توصل عصب، وصل المرحلة بقى اللي حاجه قبليها المفروض الأم بتبقى عندها تبص وعي على كافي، طول تبص تبص. تشوف. والحقيقه يعني بتلاحظها من ايه؟ مثلا طريقة أكله، ولا في أكلات معينة مثلا بيحبها، يقول لي مثلا لا أنا مش عايز فراخ قوي، بتحس من ده نبض للاسف والحاجات دي؟ برضو بنبقى دخلنا في مرحله متاخره. يعني لو هو اشتكى بأي شكوى بيشتكيها بيبقى خلاص هو حصل عنده كافيتي، حصل عنده فعلا حفرة، هي دي اللي نبتدي نحس يحس بمشكلة، سواء الحفرة دي بين السنين، فنبتدي نحس بقى انه الطفل مش بي يعني مش عارف ياكل بقى لحوم، مش عارف ياكل اي حاجة، بيقولك بتقف في سناني. للأسف بتبقى دي مراحل متأخرة. طب ولكن ينفع انا نتجنبها عن طريق دكتورة الأطفال؟ يعني لو بنعمل احنا متابعة طبعا عند دكتورة الأطفال الطبيعية، طبعا انا و زي ما بتعمل تشيك على العينين وكده، تعمل انت تبص لنا على ده الأسنان، حقيقي، ده حقيقي. بتعرف يعني والحقيقة ممكن تبقى يعني هي. الوعي زاد جدا، ودكاترة الأطفال عندنا دلوقتي كتير قوي بيتحولي حالات من عند دكاترة أطفال، يعني يقولي ده قال دكتور سنان، مش بس أسنان على فكرة، حتى فك الأطفال. ده في أطفال عندهم عادات يا حرام، بيبقوا من هم صغيرين بيجزوا على اسنانهم، بيعملوا حاجه، فدكتور الاطفال، دكتور الاطفال ساعات بيبقى اول واحد يلاحظ الموضوع ده. ان في مشكلة ولكن يعني المفروض بقى ان احنا نبتدي يبقى عندنا ثقافه ان احنا ونعمل كشف دوري زي دكتور البطنة ان للأطفال احنا عادي، نبتدي نبص نبتدي بقى يبقى لدكتور فيه الأسنان. انا خلاص الطفل ده عنده اسنان. اسنان الاطفال اللبنيه هي وظيفتها طبعا طبعا مش يعني مش هنقدر نقول غير ان هي اول وظيفه ليها ان هما بيهيئوا الفك وبيهيئوا المكان للسنان الدايمه اللي هتطلع بعد كده. ولكن ربنا خلقها بنفس مواصفات السنان الطبيعيه بتاعتنا. طب ليه بتتغير؟ بتتغير علشان انت فكك بيتغير، يعني انت فكك، انت لما بتكبري فكك بيكبر، فلو سات السنان بتاعتك دي هي هياها هتبقى خلاص المكان واسع عليها، فلازم سنان اكبر تطلع. على اساس ان الوش بيكبر، سبحان الله، يعني الوش الوش بيكبر بيكبر. فبيبتدي الفك. وعلى فكره ده دليل على اهميه السنان جدا، ان طب السنان يعني حجمها ما بيتغيرش. احنا كل اي عضو عند الانسان بيكبر عنده القابليه انه يضمر، زي العضلات، زي العظام، مع السن انت لو عضله ما استعملتيهاش كتير بيحصل فيها ضمور، عظم استعملتيه غلط بيحصل فيه تاكل. السنان طبعا بيحصل فيها تاكل، ولكن اللي اقصده ان هي بتفضل بحجمها من ساعه ما بتتكون لغايه ما يعني نتوفى، هي السنان بنفس حجمها، وده لان هي حقيقي هي الاوتاد اللي شايله كل عظام الوش، فهي سبحان الله ربنا خالقها علشان تفضل بحجمها. تفضل عشان كده اسنان الاطفال صغيره لان فكه هيكبر،
فالسنه دي مش هينفع تكبر معاه، لانها لو كبرت معاه يبقى معنى كده ان هي مع الوقت هتصغر، وسبحان الله يعني هي المفروض تفضل يعني هي شايله السنه الحاجة. بتفضل من ساعه ما بتبتدي تتغير لحد ما الانسان يتوفى بنفس الحجم، بنفس الحجم ساعه ما بتطلع بنفس الحجم. عوامل تعريه يعني عوامل بقى، سواء كان تاكل في الاسنان من كتر ما بنطحن عليها بتتعرى، لكن حجما ما بتكبرش، سنة ما بتتخنش ولا بتصغر ولا للاسف تكوينها بيفضل زي ما هو. يعني حتى الناس اللي عندها مشاكل في تكوين الاسنان بتفضل نفس مشاكل تكوين الاسنان دي لغايه ما السنه يفقدها. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا السنه اكبرها او اقويها باي شكل من الاشكال يعني. والشكوى بقى الدائمه من الامهات اللي هي انا ما بعرفش اكل فراخ، انا ما بيعرفش ياكل في سن صغير لحمه، الحاجات دي بتبقى من برضو مشاكل في الاسنان، ما بتبقاش استطعام منه يعني اكتر. لا طبعا، وللاسف بقى الاطفال ما بتعرفش تعبر يعني، الاطفال الام بتستسهل وبتضرب الحاجه كلها في بالظبط كده يعني. ودي حاجه بقى الحقيقه يعني انا بشوف ان دي مشكله من مشاكل سنه الاطفال دلوقتي دي يعني. يعني هي دي اللي بتفضل مسببه مشكله سنه طول حياتهم تقريبا. يعني انا فاكره والدتي، انا والدتي مش دكتوره سنان ولا حاجه، والدتي مهندسه، بس هي بفطرتها مره وانا صغيره قبل ما ابقى دكتوره وقبل ما اشوف حاجه عن السنان، قالت لحد ابن يعني حد قريبنا، قالت لها صلحي له سنانه علشان يعرف ياكل وما يضعفش. طب الولد ما بيشتكيش من سنانه، هو مش هو بيشتكي، بيقول لك ايه مش بحب اللحمه والفراخ، هو خلاص اسقط عن السب كونشس بتاعه. انا مش بحب اللحمه والفراخ. لو دورتي بقى قعدتي معاه كده يقول لك اصلها بتقف في سناني، اصلها ده بقى بيبقى عيب في سنان الاطفال. الشكوى من سنان سن الاطفال ما بتعرفش تعبر، دي مشكله طبعا. والفات سيلز طبعا اللي هي الخلايا الدهنيه اللي بتسبب السمنه دي، بتتكون عند الاطفال من اول سن الصغير خالص وبتتوقف تكوينها مع البلوغ، فهي بتتكون في السن اللي هو المفروض ياكل فيه صح قوي، ويفضل بقى طول عمره يعاني. يعني عدد الخلايا الدهنيه ما بيزيدش خلاص بعد سن معين. فتحتي بقى موضوع الاكلات، ايه الاكلات الكويسه اللي ممكن اوكي معاكي. احنا معانا تليفون دلوقتي مدام نوره على الهوا، عايزين نستقبل الاتصال. الو، اهلا بيكي، ممكن نتكلم الدكتور؟ اتفضلي. والله انا عندي ابني سنانه من قدام، سنانه من قدام زي ما تكون يعني لها بنيه كده يعني مقصفه من تحت. سنه قد ايه حضرتك؟ ايه؟ سنه قد ايه؟ عنده كام سنه؟ عمره عنده 7 سنين. 7 سنين بس هي دي شكوته بس يا نوره؟ ايوه، كنت عايزه حاجه بتبيض السنان يعني طريقه. طب انت متاكده ان سنانه اللي جوه كمان ما فيهاش مشاكل؟ لا مش اللي جوه، السنان من قدام بس 2 3 كده من قدام. شكلهم ايه؟ بني. متاكله ولا عليها طبقه بني؟ لا متاكله كده. متاكله. انا رايي ان انت لازم تبصي في بقيه سنانه يا نوره. بقيه سنانه كلها بيضه وكمان ما فيهاش اي حاجه، بس هي من قدام بنيه كده، فانا رحت كشفت عليه قال له تتسوس لبن. تسوس لبن بيبقى يعني هو تسوس اللبن ده اللي هو بنسميه رامبنت كيريس او نيرسينج بوتل كيريس، جاي من اسم. شكرا استاذه نوره. من اسم اللبن، ان الولاد بتاخد لبن في سن صغير وما بيغسلوش سنانهم او بينضفوش سنانهم بعد اللبن، والناس بالذات الاطفال اللي بتنام على لبن، يعني بتنام على رضعه لبن. المفروض ابتدي تنظيف الاسنان من امتى؟ من اول ما يطلع له سنه. سنه واحده؟ من اول ما يطلع له سنه. اول ما شفنا سنه، سن 7 شهور 8 شهور في الوقت ده خلاص انا ببتدي. يعني مش بيبقى اوفر كيرنج من الام اللي بتروح على طول تجيب فرشه سنان وتنقيها وماركات وحاجات كده؟ والمفروض كمان ان انا انضف قبل يا نهى، تخيلي. يعني المفروض ان احنا خلاص كل نتعود الطفل من ساعه ما يتولد كل رضعه لبن انا بمسك قطنه فيها ميه بسيطه وانضف اللثه بتاعته دي كلها، تحسبا ان لما السنه تطلع في ميديم مظبوط، حاجه مش. انا فاكره دكتوره الاطفال كانت بتدينا دواء معين بس طبعا مش هقول الاسم، بيتحط على اللثه نفسها قبل بدايه ده. قصدك ده اللي قصدك عليه؟ قبل بدايه التسنين. ده بتهيألي اعتقد ان هي مديه حاجه مخدر او حاجه علشان ما يوجعهوش. لا مش ده اللي اقصده. اصله هو بعد ما يرضع سواء لبن طبيعي سواء لبن صناعي ايا كان، ان انا امسح ورا
رضعته بقطنه فيها ميه، قطنه مبلوله ومعصوره كده، وامسح مكانها. دي بتساعد ان اول ما السنه تطلع نبتدي بالظبط. واول ما السنه تطلع انا على طول بقطنه ودان بقطنه مبلوله انضف السنه بتاعته بعد اي لبن بياخده او بعد اي حاجه بياخدها او بعد اكل. هم بعد 8 سنين 8 شهور بيبتدوا ساعات بتبتدي تدخلي اكل لهم يعني بالظبط بالظبط كده. فلازم النظافه دي تبقى من الاول. نرجع تاني لسؤال نورا، النيرسينج بوتل كيرس او الرامبنت كيرس او تسوس اللبن زي ما بيقولوه. هو عاده ده بيبقى حاجه جنرالايزد في السنين كلها، عشان كده انا بقول لها ان هي تبص في سنانه. بيحصل تسويس في تقريبا يعني اغلبيه السنان اللي موجوده، وبيبتدي الام بتشوفه في صوره السنان القدامانيه، انها بتشوف السنان القدامانيه متاكله وبني. هو البني ده تسوس، ان حصل تسوس، وده علاجه ان هي لازم تروح يتنظف كويس قوي ويتحشي الاسنان المصابه بالتسويس. وعاده للاسف ده بيظهر في سن صغير جدا. لو الطفل ما فيش كنترول عليه بيضطر يعملها تحت تخدير. طب احنا معانا دينا على التليفون، اتفضلي يا دينا. مساء الخير. مساء الخير، اخبار حضرتك ايه يا استاذه؟ تمام الحمد لله. تحب حضرتك تسالي على ايه؟ كنت عايزه اسال الدكتوره ايه انسب سن استخدام المعجون للاطفال؟ احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع دلوقتي. قالت لك اتفضلي معايا. شكرين يا دينا، ميرسي. زي ما قلنا بالظبط، انسب سن استعمال الفرشه والمعجون ولما اسناننا تطلع. سنين الطفل بتكتمل عند 2.5 سنين. فهو المفروض اول ما يقدر يمسك فرشه ومعجون واقدر اعلمه ينظف سنانه، يبتدي يمسك الفرشه والمعجون واعلمه ينظف سنانه. طبعا بيجيب معجون مخصوص للاطفال، لان في بتبقى مظبوطه نسبه الفلورايد او نسبه الحاجات اللي محطوطه فيها، علشان لو حصل بلع ليه، ومش المفروض ان هو يبلعه طبعا، بس لو حصل ما يبقاش مضر على صحته. بيبلعوه ده، هم بياكلوه. ما هو ده بقى على طول ده عيب الفليفرز يعني. بالظبط. لان هي اغلبيه يعني انا ببقى نفسي اكل معجون اسنان في الوقت ده بيبقى كله فليفرز، فبتبقى الاغلبيه ان هي على طول بيتاكل وعايزين ياكلوه دايما. فبس لازم نركز طبعا في الموضوع ده، مش صح. وجود الاسنان الدايمه بتبقى بتتكون، يعني الاسنان بتاعت الاطفال وهي موجوده اسناننا الدايمه بتبقى تحت مرحله التكوين لسه. وبتبتدي بتخلص تكوينها عند سن 8 سنين. فالفتره دي اسناننا الدايمه ممكن تتاثر لو خدنا فلورايد زياده كانتيك، يعني بلعناه او كده. وده فعلا بيعمل على ذوبان السنه زي ما بيقولوا، يعني تاكلها، يعني تاكل السنه. الفلورايد بيعمل حاجه ثانيه، بيعمل كتره، بيعمل حاجه اسمها باتشز، او بتبقى وايت باتشز كده، حاجات بيضاء على الاسنان. وبتبقى نسبتها يعني بتبقى تكوينها مختلف عن تكوين الاسنان، يعني نقدر نقول ان هي كانت بتبقى اضعف شويه يعني من الاسنان. فمش صح ان احنا ناخده. تمام. طب ما احنا ولكن طبعا الفلورايد دكتوره الحقيقه فقره مهمه معانا مدام نهى على التليفون. اتفضلي يا مدام نهى. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك تحبي تسالي على ايه؟ انا عايزه اسال الدكتوره لو سمحتي، انا ابني اتاخر خالص في التسنين، سن تقريبا وهو عنده 2.5 سنين ابتدى التسنين. متاخر فعلا، ابتدى فعلا. فهو دلوقتي يعني سنانه اكتملت ودروسه وكله. عنده كام سنه؟ دلوقتي عنده 7.5 سنين. وابتدت السنتين اللي تحت تتلخلخ، لكن بقالها مده طويله جدا بتتلخلق لكن ما اتخلعتش خالص. اوكي. فانا خايفه يكون في حاجه في السنان الاساسيه اللي المفروض تطلع من تحت. اوكي. مدام نوره معانا؟ مظبوط. بصي مدام نوره، شكرا يا مدام نوره، اتفضلي. السنه اللبنيه طالما اتلخلخت يبقى هي جدرها تآكل، وجدرها بيتآكل من طلوع السنه اللي تحتها، زي ما تكون بتزق فتبتدي تعمل تآكل في جدر السنه لغايه ما تتلخلخ وتقع. زي ما قلنا هي بتجايد المكان، او بتعمل زي تحديد مسار السنه اللي طالعه بعدها. فطالما هي اتلخلخت ان شاء الله ما تقلقيش، هو مش متاخر في التبديل. يعني لو افترضنا ان هو متاخر في التسنين فعلا، لو عند 2.5 سنين، بس هو مش متاخر في التبديل، ده طبيعي ان هو يبتدي يسنن، من يغير سنانه من 6 ل 8 سنين يبتدي تغيير السنان. فهو لسه 7.5 سنين زي ما مدام نوره بتقول، فهو مش متاخر قوي في تغيير سنانه. انا ما افضلش خالص نتدخل طالما السنه بتتلخلخ زي ما بتقولي، يبقى هي اللي تحتها فعلا طالعه. ويعني از لونج از، او يعني طالما انا ما شفتش السنه اللي تحتها طالعه وراها، طالعه قدامها، لسه مش ظاهره لي خالص في البق،
يبقى سيب السنه تقع براحتها. طب انا عايزه اقول لك بقى، كان في عادات قديمه كده، كنا يعني لما جيت اعمل تحضير للحلقه فقالوا لي في عادات ان انت لما تتاخر شويه مش عارفه تجيبي زي حاجه خشنه وتعملي بيها السنه عشان تطلع اكتر، يعني تعملي بيها اللثه وكده، فهل دي حاجه حقيقيه ولا لا؟ ولا دي بس خشنه دي انا ما عنديش عنها فكره الصراحه خالص. لا انا قريتها الحقيقه فقلت لا احنا بس بنقول هو برضو يعني حقيقه سبحان الله ربنا عامل فطره موجوده عند الاطفال، انت تلاقيه يبتدي بيعضعض على الضوضه، بيمسك على الضوضه يقعد عليها. لما بتتاخر زي ما مدام نورة لا زي ما بتتاخر اللي بتتاخر ما بيبقاش في اي تحفيز، ما بناخدش اي حاجه تحفزها انها تطلع. لا تحفزها انها تطلع ما فيش، دي قوه من يعني قوه السنه في الايربشن بنسميها ايربشن فورس او قوه خروج السنه نفسها. ولكن لما تتاخر قوي المفروض ان انا بعمل اشعه بعرف منها هو السنه ليه بتخرج يا نهى. السنه بتبتدي حاجه صغيره قوي اللي بره اللي انا شايفاها برعم صغير جدا، وبعد كده يبتدي جدر السنه يطول، هو ده اللي بيطول جوه جدر السنه، فيزق العظم في السنه تطلع، الجدر عايز يطول يزق العظم في السنه تبتدي تخرج تتحرك من مكانها في طريقه ان هي تخرج لغايه ما تخرج. فانا بعمل اشعه اعرف منها هل السنه دي الجدر بيطول فعلا وهي مش عارفه تخرج. في حاجه اسمها كيراتينايز جينجيفا، يعني ان اللثه تبقى قويه قوي واخده طبقه كيراتين قويه جدا، ساعات بتمنع ان السنه تطلع. ففي الحاله دي بتتعرف من عليه، فمش بالزبط. عارف الجدر فمش عارف السنه يحترقها. تطلع الجدر بيطول لكن السنه مش عارفه تطلع، بيطول بقى وهي مش عارفه تخرج. ففي الحاله دي بنفتح لها، الدكتور بيفتح لها بمشرط، بيفتح لها بحاجه، بس طبعا ده يعني في المراحل المتاخره والدكتور اللي بيحددها يعني. طب والسؤال التقليدي بقى اللي دايما بيسالوه عن الاكل، ايه اللي بيقوي الاسنان، ايه اللي بيخلي يعني هل دي حاله وراثيه فعلا؟ بصي يا نهى، ولا الاكل بس هو اللي بينميها ولا بصي هي الاسنان بتتكون، خلينا نعرف الاسنان بتتكون امتى اصلا. سنان البيبي بتتكون في بطن امه، السنان اللبنيه دي بتتكون في بطن مامته، فهو ليها دخل باكل مامته طبعا جدا، ليها دخل بالفيتامينز اللي هتجيله لو هي بتاخد حاجات فيها مالتي فيتامينز قويه، اي دي اي مظبوطه، ده كل ده وكالسيوم كويس، سنانه بتطلع المفروض كويسه. في حاجات بتاثر، يعني حاجات بنتعرض لها غصب عننا ما بنعرفش، زي مثلا خدت فيروس معين، في انواع انتي بايوتكس معينه بتاثر على تكوين السنان، ودي معروفه يعني اي حد بيتابع مع دكتور اطفال، اي واحده حامل بتتابع مع دكتور اطفال بتبقى عارفه المعلومات دي، ان هي في حاجات مش المفروض تاخدها بالظبط. دي فهو هي بتتكون واحنا في بطن الام، فلازم التغذيه تبقى مظبوطه في الوقت ده. اتكونت السنه خلاص، هي كل انواعها ولا بس الحاجات الخاصه بالعظم يعني زي الكالسيوم والحاجات دي؟ طبعا يعني ان انا يبقى عندي دم متوفر، الحاجات الخاصه بتكوين الاسنان، الكالسيوم، الفيتامينز، اي دي اي، الحاجات الخاصه بتكوين الاسنان تبقى موجوده، وموجوده كويس ونسبتها كويسه وكل حاجه. ده في تكوينها كده. تكوين بقى اسناننا احنا الكبار، السنان اللي احنا عايشين بيها دلوقتي دي، بتبتدي تقريبا من اول ما بنتولد تكوينها جوه داخليا لغايه سن 8 سنين. بعد كده مهما اكلت انا مش هقدر اغير ستراكشر السنان ولا هقدر اغير تكوين. يعني ليها دخل بس على حسب اكل الام جوه بالظبط. الحاجه الوحيده اللي بنقولها يعني ان هي لكن مثلا لو جده عنده مشكله في الاسنان مثلا، بصي هقول لك على حاجه، المتوارث هو العادات، سواء كانت عادات الاكل، طبعا نوع اللعاب ده حاجه وراثه طبعا، يعني في لعاب حمضي وفي لعاب قلوي. اللعاب الحمضي ده انا عارفه ده ليه تاثير على لون الاسنان كمان، بيأثر على سواء السنان دي عندها قابليه ان هي تسوس ولا عندها قابليه ان هي تكون جير. نلاقي ناس عندها جير كتير قوي في سنانها ومفيش ولا تسويسه، ده بيبقى اللعاب بتاعه قلوي شويه، مايل ناحيه البي اتش العاليه ان هو الكالاين، ده بيكون جير. دي اللي بتبقى وراثه بقى، ممكن يبقى فيها عنصر وراثه انه هو العيله السلايفة بتاعتها الاسيدك، ولكن انا اقدر برضو اغيرها بعادات اكل كويسة، ان انا بقى عارفة الموضوع ده، والوعي زاد في الموضوع ده جدا على فكرة. يعني انا منبسط قوي دلوقتي، بيجيلي كتير قوي امهات جايبين ولادهم. الحقيقة هو مش اعلان يا، بس انت حد شاطر قوي في المجال ده حقيقي يعني. انت بتحبيني. طيب وعايزين نتكلم بقى على الحاجة التانية اللي هي تأثير الاسنان على الفك، يعني قولي لي كده الصحة والحاجات دي، انت
كنا اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده وقلتي لي ان الجمال بيبتدي من الاسنان. من الاسنان فعايزه اعرف طبعا جمال والاسنان ده موضوع طبعا يعني كل الناس غطيته يعني كده وموضوع طبعا الابتسامه الجميله بيرفكت سمايل او زي ما بيسموها هوليوود سمايل او ايا كان مسماها دي طبعا اتطرحت كتير جدا. حاجه بديهيه ان انت اي حد بيبص لك اول حاجه بتظهر هي ضحكتك وبقك ويعني اول حاجه بتلفت نظر اي حد فطبعا دي حاجه مهمه قوي. ولكن في حاجه يعني ما بلاقيش ناس كتير قوي بتطرحها ان السنان الجوانيه مهمه قوي يا جماعه برضه يعني السنان احنا عندنا ضرس اللي بيطلع من سن 7 سنين اللي ما بيتبدلش لو تعرفي المعلومه دي نهى لما تروحي ساعات الدكتور يقول لك عنده ضرس وده ضرس دايم في سن 7 سنين ما بيتبدلش. انا اول مره اعرف اللي هو انهي واحد بقى اللي اول ضرس كبير في بقك اول طاحونه طيب. كبيره في بقك احنا دلوقتي معانا صوره على الهوا ممكن نتكلم عليها الصوره دي زي ما احنا شايفين هي صوره فك على مر المراحل مختلفه زي ما احنا شايفين لو بصينا للصوره اللي فوق ده الراجل قبل ما يحصل له فقدان لسنانه اللي تحت بعد ما فقد سنانه احنا شايفين هو نفس المرحله العمريه ولكن هتلاقي اللي تحت كانه راجل عجوز بالظبط انا مش عارفه البرومو اللي هو المغطي عليه مغطي الاسم مغطي شويه ايوه بالظبط كده زي ما احنا شايفين تحت كانه راجل عجوز طبعا انا قصدي اجيب راجل يا نهى ستات ما بتعجزش انت عارفه أيوة طبعا. المعلومه دي مهمه ده اساسي الرجاله هي بس اللي بتاع فهو زي ما احنا شايفين هو مش هو لا كرمش ولا 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 عنده حاجة عضلات ولا اي حاجه خالص هي السنان هو الأسنان. فقدان السنان غير حاجه بنسميها الفيرتيكال دايمنشن اوف اوكلوجن ارجع تاني للضرس اللي قلت لك عليه اللي بيطلع ده بنسميه كي اوف اوكلوجن اول ضرس بيطلع لنا ده المفتاح اللي ظابط العضه بتاعت بقي لو العضه دي مظبوطه عظم وشي كله مسنود زي ما انت شايفه في الصوره الاولانيه عظم وشي مظبوط فالعضلات في وضعها مظبوطه فوضع الشفه مظبوط كل حاجه مظبوطه اول ما يبتدي يحصل مش بس بقى فقدان للسنان حتى مجرد التاكل البسيط للسنان بيبتدي البعد الراسي ده او الفيرتيكال دايمنشن ده يبتدي يقل ابتدي احس ان انا الشكل كرمش بالظبط اروح بقى اقعد اعمل بوتوكس واعمل فيلرز واعمل وسايبه الاسنان وسايبه الاساس الاساس ان انا سايبه عضتي اختلفت سواء بقى اختلفت لان انا عملت حشوات غيرت لي عضتي سواء انا مع تاكل السنان على مر الوقت هم حطوا لك واحده للسيدات اهي بس حطيت ست برضه مش بنكبر ما نبقاش عنصريين طيب قولي لي نفس الحكايه دي اهي شايفه دي نفس هي نفس الحاجه بس هي مجرد ان حصل لها تاكل في سنانها شايفه الحته اللي تحت دقنها يا نهى عملت ازاي دي مش فاقده اسنانها على فكره دي هي بس ايه يعني حصل تاكل في عضه السنين عضه الفيرتيكال دايمنشن ده قل نفسه فابتديتي تحسي ان هي شكلها اكبر طب ما ده جمال مهم جدا يعني مش بس السنين الاماميه بالزبط. يعني احنا لازم نهتم بسناننا بشكل دوري جدا مش بس تسويس احنا مش بس بيحصل لنا تسويس اسنان دي بقى النصيحه اللي انا كنت عايزاكي تقوليها لنا بالظبط قبل ما نطلع الفاصل قولي لي كده بالظبط يعني اولا طبعا لازم اهتم بسنان الاطفال جدا لازم زي ما انت بتقولي الام تبص جوه سنان الطفل من اول ما تحصل 2 ونص 3 ابتدي ابص في اسنانه لو شفت اي حاجه اوديه للدكتور يا ريت ان احنا نعمل كشف دوري للاسنان كل 6-8 شهور علشان اي مشكله نلحقها في الاول غسيل السنان طبعا غسيل السنان لازم نبقى عارفين ان احنا بنغسل سناننا بعد الاكل واحب اقول ان احنا بنغسل سناننا بعد الفطار مش قبل الفطار صح. والاطفال يغسلوا سنانهم بعد الفطار يعني يصحى يفطر وبعدين يغسل سنان او قبل وبعد ده تبقى حاجه لطيفه لو بيعملوها يعني ممكن ماشي قبل وبعد بالنسبه للاطفال بس مثلا هقول لك على حاجه القهوه بتلون السنان القهوه والشاي والحاجات دي بتدي الوان للسنان احنا واحنا نايمين بيتكون طبقه على سناننا الطبقه دي بتحمي السنان من الستينز او من الالوان فاحنا لو هنشرب قهوه مع الفطار يستحسن ان احنا نغسل سناننا بعد القهوه خلاص احنا اكيد لينا لقاء تاني مع حضرتك كبير لان الكلام معاكي طبعا تحفه يعني انا عن نفسي استفدت كتير قوي وانا انبسطت قوي والله ان انا جيت حضرتك شرفتينا وان شاء الله في حلقات تانيه كتير ان شاء الله فاصل ونواصل ان شاء الله.